الرئيس السيسي يوجه بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بجميع محافظات الجمهورية. اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم للتصديق على ورقة الحرير للإصلاح الاقتصادي. تقارير تؤكد نية ترامب الإبقاء على 200 جندي أمريكي في شمال سوريا. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ المنوفية لمتابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمحافظة. يجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم للتصديق على القرارات الإصلاحية في ختام مهلة رئيس الوزراء سعد الحريري لشركائه بالحكومة. وأفادت مصادر لبنانية بأن الحريري اتفق مع شركائه على عدة قرارات إصلاحية، من بينها خفض رواتب المدراء العامين ورفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين اللبنانيين. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في الإبقاء على 200 جندي أمريكي شمال شرق سوريا. وأفادت الصحيفة أن ترامب يهدف من وراء هذا الإجراء مواصلة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي والسيطرة على المنطقة التي توجد فيها حقول النفط. جاء ذلك بينما أعلن أمس وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر عن نية واشنطن نقل 1000 جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق. قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس بزيارة لأفغانستان لم يعلن عنها مسبقا. وقال بيان لمكتب بيلوسي إنها سافرت إلى أفغانستان بعد توقفها في الأردن، حيث التقت مع الرئيس أشرف غني ووزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر الذي يزور أفغانستان، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين والجنود الأمريكيين. يتصدر الرئيس الحالي لبوليفيا إيفو موراليس الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد بحصوله على نسبة تتخطى 45% من أصوات الناخبين، وبحسب بيانات المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا عقب فرز 83% من أصوات الناخبين، فقد حصل أقرب منافسيه مرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا على 38% من الأصوات ليخوض الطرفان جولة إعادة. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.